مساء الخير عليكم، معاكم منور احمد كمال. امبارح عملنا ميتنج على جوجل ميت مع تعاون مع ايفرام سعر، وللاسف الميتنج كان حوالي ساعة ونص ومش كل الناس قدرت تدخل الميتنج، فحبينا نعمل فيديو ريكوردنج كده سريع للميتنج في وقت اقصر. للي ما عرفنيش، انا منور احمد كمال، كلينيكال ريسيرش ترينر من مصر وسب ليدر مع انترناشونال ميديكال ستودنت ريسيرش اسوسيشن اميدرا، وليدر لاكثر من كروس سيكشنال وسيستماتيك ريفيو ستادي، وعندي فوق الاكثر من 10 ستادي يعني بالفعل خلصانه. احنا النهارده هنشرح حاجه اسمها الاكاديميكال ريسيرش ريبورت، واظن ان التقرير كان من الحاجات اللي مطلوبه من الجامعات في العراق. الهدف من السيشن النهارده ان احنا نعرف انواع التقارير ونعرف معلومات عامه عنه، ايه هو التقرير وايه اهميته، ونبدا ندخل في المعلومات الاساسيه اللي هتهمكم كطلبه، ازاي تكتبوه وايه الاستراكشر الثابت بتاعه وايه المعلومات اللي مطلوبه منكم بالظبط في الكليه. اول حاجه يعني ايه ريسيرش ريبورت. الريبورت ده بتبقوا انواع، في تقارير بحثيه وفي تقارير تقنيه وفي تقارير صحفيه زي اللي بتتعرض في القنوات التلفزيونية. احنا المطلوب مننا الريسيرش ريبورت، تقرير بحثي، وبالتحديد الاكاديميكال ريسيرش ريبورت. يعني ايه اكاديميكال ريسيرش ريبورت؟ كلمة اكاديمي يعني حاجة لها علاقة بالتعليم، للمدرسة، للجامعة، للدراسة النظرية عموما. يعني حتى احنا في الطب، في مجال الطب، بنقول ان اول 3 سنين اكاديمي واخر 3 سنين كلينيكيه، فالاكاديميه ما هي الا الدراسه النظريه البحته. الريسيرش دي طريقه من البحث والتعرف على المعلومات والحقائق والنظريات والاطلاع عليها، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لمعلومه قائمه على اساس طبي او على اساس ايفيدنس، دليل. الريبورت ده ما هو اللي حدث، سواء حدث مكوء او حدث مسموع، سواء هتكتب التقرير او ممكن زي التقرير التلفزيوني بيبقى مسموع ومرئي. احنا ليه بنكتب التقارير؟ التقارير هتكسب الطالب او اي حد هيكتبها سكيلز خاصة بالرايتنينج، بالكتابة. هي طريقة من طرق التقييم، عشان كده دكاترة حددوها لكم بالظبط عشان يقيموكوا. طريقة للتعلم ولتنمية المهارات، في نفس الوقت هتقدر من خلالها تعرف ازاي احصل على المعلومه وازاي اقارن المعلومات ببعضها واقيمها. طيب الاستراكشر بتاعه بيتكون شبه الدراسات العاديه، بيتكون من تايتل وليست اوف كونتنت وانترودكشن وريسيرش بورد وسامري وريفرنس. الحاجات دي موجوده في الريبورت التمبلت اللي انا بعته على تليجرام، مبعوت في لينك على درايف على جروب التليجرام تقدروا تشوفوه، واشتغلنا بيه امبارح في الميتنج برضو وهوريه لكم. وطبعا بعد ما عرفنا الاستراكشر بتاع الريبورت وعرفنا الريبورت بيبقى مكتوب في ايه، فده نموذج ريبورت تمبلت زي ما قلت لكم موجود على درايف وبعت لكم اللينك على التليجرام. بيتكون من عنوان التقرير التايتل، وبعد كده بيتكون من ليست اوف كونتنت، هنكتب العناصر الرئيسية اللي هي موجودة في التقرير زي الـ Student Information اللي هي في أول صفحة، والـ Introduction اللي هي تتكتب في تاني صفحة اللي هي المقدمة. بعد كده الـ Research Board اللي هي متن البحث أو الـ Main Text بتاع البحث في تاني صفحة، وبعد كده الـ Summary اللي هو الخلاصة أو الملخص، وبعد كده الـ Reference اهي الـ Research Board، وبعد كده الـ Summary، وبعد كده الـ Reference. ده كده الاستراكشر بتاع الريبورت. ده على اي اساس؟ ده على الاساس العلمي بتاعه. تاني حاجة على الاساس اللي الكلية محدداه. خلينا نشوف الكلية محدداه. دي العناصر الرئيسية اللي الكلية محدداها، وهي المحتوى، عنوان، وبعد كده مقدمة ومتن البحث والخلاصة والمصادر، ومحددة هنا ان احنا نكتب list of content. مقرر برضو عليكم شوية عناصر تانية زي بالظبط تعليمات الحاجات اللي هتتكتب في اول صفحة، زي شعار الكلية زي ما شفنا في التقرير، واسم الطالب والمادة والمرحلة والجروب، ونستخدم خط 14 ولونه اسود، ونوع الخط TNR او Time New Roman. وبعد شوية تعليمات تانيين زي ان عدد الصفح من 3 ل 5 زي ما موجود في الريبورت تمبلت،
وبرضو عدد المصادر من 3 لـ7 مصدر. طيب انا عشان اكتب لازم ابقى عارف شوية رايتنج تريكات كده، يعني حاجات خاصة بالكتابة، وابقى عارف ان انا مطلوب مني ان انا اعمل بارافريزنج وبلاجريزم. زي ما اتناقشنا امبارح في الميتنج ان البلاجريزم والبارافريزنج مش مطلوبين اساسي منكم، فاهم حاجة ان احنا نكتب ونرتب الريفرنس. طب هنرتب الريفرنس باستخدام ايه؟ قلنا هنستخدم برنامج اسمه ميندلي، موجود مجاني، وهو اسهل برنامج في ترتيب الريفرنس. وزي ما احنا شايفين ده شكل برنامج ميندلي وده شكل الريفرنس. مطلوب ان انتوا ترتبوا الريفرنس في ستايل اسمه فونج فور، وده سهل جدا. الستايل ده موجود في برنامج ميندلي. هنكتب في جوجل ميندلي، هيظهر لنا الموقع، هنبدأ نعمل داونلود ليه على الديسكتوب، سواء بنستخدم لابتوب او كمبيوتر او على الموبايل ابليكيشن، ونشوف النسخة اللي هي السيستم تايب بتاعنا نسخته ايه، وننزل النسخة المناسبة للجهاز. هو برنامج مجاني. طيب تكملة بقى الريفرنس، الريفرنس اللي هو المصدر. الريفرنس بيبقى مكتوب ازاي؟ يعني دي صيغة من صيغ كتابة الريفرنس، عبارة عن اسامي المؤلفين authors name، وبعد كده سنة النشر، وبعد كده عنوان الدراسة، والمكان اللي اتنشرت فيه، الداتابيز او الجورنال اللي اتنشرت فيه، وبعد كده الاي دي، حاجة كده زي ان الرقم القومي الخاص. هنا بيبقى فيه اي دي خاص بكل مجلة ثابت، او بكل ورقة بحثية ثابت، يعني كل مجلة ليها رقم خاص بيها زي البصمة بالظبط. طيب انا عشان ادور على المصادر ادور فين؟ انا محتاجة ادور في الـ8 مواقع دول. تمام، معلش، محتاجة ادور في الـ8 مواقع دول: باب ميد او كوكرين، ميديسكيب، كلينيكال كي، سبرينجر نيتشر، بي ام جي او بريتش ميديكال جورنال، وليبجن او اب تو ديت. اهم موقعين من الـ8 دول هو باب ميد وجوجل سكولر، وده اللي احنا هنا بنستخدمهم او اللي احنا استخدمناهم امبارح حتى في السيرش. ده باب ميد وده جوجل سكولر. هندخل على باب ميد، وزي ما اتفقنا امبارح ان احنا كنا هنكتب في موضوع الباركنسونيزم، ده التقرير والنموذج بتاعه. هننزل هنا، احنا عايزين نكتب انترودكشن مثلا، هنكتب انترودكشن. انترودكشن ايه المحتوى اللي بتكتب فيها؟ قلنا المحتوى اللي بتكتب في الانترودكشن هو ديفينيشن. يعني انا مثلا هتكلم عن مرض الباركنسون ديزيز او الباركنسونيزم، هنبدأ نتكلم ديفينيشن عام عن المرض وبيحصل ازاي وايه الاعراض بتاعته، وده في باراجراف. تاني باراجراف هتكلم فيه عن ايه طرق علاجه. فاحنا اتفقنا ان بيبقى فيه حاجات دراجات وفي حاجات غير الدراجات، زي عمليات او اكسرسايز معينة بتطلب من البيشنت. فانا عندي تو تايبس من التريتمنت. بعد كده احنا مثلا لو بنتكلم في مادة الفارماكولوجي، فهنبدأ ندخل في الدراجات اللي بتستخدم في العلاج، زي ال دوبا مثلا او الماو بي، ونبدأ نتكلم عن دراجين اتنين كفاية جدا، لان حجم البحث بتاعنا من 3 لـ5 صفح، فده يبقى حجمه مناسب، فيبقى كفاية اوي دراجين. وبعد كده نبدأ نكتب سمري، وبعد كده نكتب الريفرنس بتاعتنا. ريفرنس منبهين على حاجة مهمة جدا عندكم، ان انتوا تحافظوا على السيتيشن. يعني ايه سيتيشن؟ خلينا نبحث عن ورقة بحثية عن باركنسونيزم. الباركنسونيزم دراجات induced باركنسونيزم، لا احنا عايزين دراجات تريت الباركنسونيزم. الأدوية اللي بتستخدم في علاج الباركنسونيزم في أدوية كتير. فاحنا مثلا كنا عاملين من امبارح فلتر ان احنا بنبحث عن الفري فول تكست، الدراسات اللي موجودة النص بتاعها كامل وفور فري، يعني موجود كاملة فور فري. نسينا نتكلم شوية عن بقية الفلتر. يعني في حاجة زي دي مهمة جدا احنا نستخدمها، في فلتر تحت اسمه بوك او ريفيوز او كلينيكال ترايل. المصادر مطلوب تنوعها من بين كتب ومقالات بحثية، فانتوا اختاروا سكشن البوك، هيظهر لكم لو ضغطنا عليها كل اللي هيظهر لنا، هتحمل كل البوكس اللي ليها علاقة بالموضوع. البوك كده كتب مكتوبة كاملة، فري بوك ودوكمنت، فري بوك، فبوك شابتر كتاب كامل عموما هتبقى البوكس. ممكن نختار الريفيوز،
الريفيوز او المقالات المرجعية اللي طلعت عن الموضوع ونبدأ نكتب منها مثلا، تمام؟ وبراحتنا يعني، الفلترز دي متاح جدا استخدامها، واحنا يعني براحتنا جدا نستخدم وننوع في المصادر اللي احنا عايزين نكتب منها. فاحنا بس هنفتح اي دراسة، بس انا عشان اوريكم موضوع السيتيشن. للدراسة شوف دراسة تانية، لان غالبا الدراسة دي مش هتطلع موجودة في فول تكست فور فري. دراسة مش موجودة بالفعل، تمام؟ دي دراسة موجودة، عايزين ننبه على حتة مهمة قوي. هو في نهاية كل جملة بيبقى فيه رقم، بمعنى ايه؟ احنا مثلا هنا with a prevalence range كذا 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 لحد نهاية الجملة، لقين رقم 1 و2 و3، دول 3 مصادر خاصين بالجملة دي، يعني الجملة دي جاية من 3 المصادر دول، ده اسمه citation. طيب رقم 1 و2 و3 دول نلاقيهم فين؟ هنلاقيهم تحت خالص في سكشن الريفرنس، مكتوبين في الآخر. ننزل تحت سكشن ريفرنس رقم 1 و2 و3، دي 3 أبحاث اللي هم مكتوبين في نهاية الجملة فوق. طب كان في سؤال من زميلنا امبارح في الميتنج بيقول انا هكتب انهي بالظبط، الرقم اللي في نهاية كل جملة ولا اكتب البيبر دي نفسها، يعني الورقة البحثية اللي احنا فاتحينها دي، اللي هي دي هي اللي تكون مصدري. احنا قلنا ان الادق والاصح هو الثلاثة دول، بس مفيش مانع بما اننا نكتب ان الورقة البحثية دي هي مصدرنا، لان كده كده مطلوب مننا عدد مصادر قليل 7. فاحنا لو قعدنا نكتب ان الجملة دي لوحدها مصدرها 3 مصادر، هنعدي ال7 مصادر اللي مطلوبين، اللي هو كحد اقصى مننا، وفي نفس الوقت مش هنبقى لحقنا نخلص الباراجراف بتاعنا او الريبورت بتاعنا زي ما هنا متحدد. فاحنا مثلا هناخد الجملة زي دي، احنا قلنا احنا هنكتب ازاي. احنا هنشوف هنا الباراجراف ده اي جملة هتعجبنا هناخدها. احنا مثلا لقينا جملة زي دي بتقول ان الباركنسون ديزيز از ذا سكند موست امبورتنت ريليتد ديزيز بعد از الالزهايمر. الجملة دي عجبتنا جدا لحد مثلا كلمة ايدج، هناخد الجملة دي كوبي. جينا بعد ما خدنا الجملة دي لقينا في اخرها نقطة ومفيش رقم، معنى كده ان الدراسة البحثية اللي احنا فاتحينها حاليا دي هي مصدرنا، مفيش مصدر تاني. هناخد الجملة دي كوبي ونروح بيها على الوورد. زي ما قلنا مش مطلوب منكم باهتمام جزئية البارافريزنج، إعادة الصياغة أو البلاجراسم، ممكن تتأكدوا من الكلية برضو لو مطلوب منكم نشرحهم في فيديو بسيط. الخط اللي مطلوب منكم خط 14 زي ما خدتوا بالكم، ومطلوب منكم الخط بنوع تايم نيو رومان أو تي ان ار. الجملة دي هنحط الريفرنس بتاعها، قلنا عشان نعمل مراجع هنستخدم برنامج مندلي. طيب انا عشان اكتب مرجع الصفحة دي او الدراسة البحثية اللي انا فاتحها في الصفحة دي هعمل ايه؟ قلنا يا ننزل البي دي اف بتاع الدراسة من هنا من مكان بي دي اف، ادام الدراسة موجودة كاملة. طب لو الدراسة مش موجودة كاملة وانا عاجبني منها جملة موجودة في الابستراكت بتاعها وكده، هاخد الدي او اي رقم اسمه دي او اي بتاعها موجود، واعمله كوبي واضيفه في مندلي. زي ما قلنا هنفتح برنامج مندلي. اوكي برنامج مندلي زي ما قلنا هنسطبه عادي ونعمله داونلود. لما بنفتح البرنامج ما بيفتحش معانا بالشكل ده، لانك ما تكونش عامل عليه لسه اكاونت. بتعمل عليه اكاونت غالبا افضل حاجة الايميل الجامعي، ولو مش متاح يبقى اي ايميل تاني عادي. هنيجي بعد ما نعمل، بتبقى يفتح هنا بيقولك اكتب الايميل والباسورد واعمل ساين ان. بما انك مش عامل حساب فبتلاقي في الجنب تحت كلمة ريجستريت فبتعمل اكاونت. هتيجي في الجنب هنا وتختار كرييت جروب، واحنا من امبارح عاملين جروب هنا. الجروب دي خلينا نمسح دول ونضيف ريفرنس الجديد اللي معانا. زي ما قلنا هنيجي لو منزلين البي دي اف هنضغط اد فايلز ونضيف الفايل بتاع ملف البي دي اف. طب لو احنا مش منزلين قلنا هنضغط هنا اد انتري مانيوالي، يظهر لنا قائمة زي دي هننزل فيها تحت
نيجي على دي او اي، نضيف الريفرنس، نضيف رقم الدي او اي، نبحث بيه رقم الدي او اي ده زي الاي دي كده خاص بكل دراسة بحثية. نضغط سيف، ناخد عنوان الدراسة ونروح على الوورد، نقف هنا نضغط على كلمة ريفرنس من التول بار الكبير بتاع الوورد ده. وبالمناسبة ده الوورد قلنا اوفيس 365 ما بيستخدموش، فممكن هيلاقيه خانة برضو ريفرنس في معظم البرامج. هنختار من عند ماي لايبراري، هنختار الجروب بتاعنا رقم واحد، نضيف الورقة البحثية اسمها هنلاقيها ظهرت ونضغط اوكي، هتنضاف عندنا رقم واحد. زي ما قلنا احنا مطلوب مننا بستايل فونكو فور، هنضغط على كلمة ستايل اللي هي موجودة هنا برضو في خانة الريفرنس. يبقى احنا عندنا خانة الريفرنس هيبقى في خانة خاصة ببرنامج مندلي. طيب لو لا قدر الله برنامج مندلي ما ظهرليش في الوورد، هندخل هنا على الوورد هنضغط على كلمة تولز، هنضغط انستول. هو انا عندي هنا حاطط يو ان قبلها، بمعنى ان بالفعل المندلي منضاف في الوورد، فانت عايز تلغيه من الوورد. لا فانا مش هلغيه، لو هي ظاهره لك مش موجود في الوورد ضيف هنا، تعال على تولز واختار دي وتختار تالت اختيار ضيف البرنامج مندلي في الوورد، فهيظهر لك في الوورد بالشكل ده. عشان تضيف الريفرنس زي ما قلنا هنضغط على انسرت سايتيشن، خلينا نعمل باك، هنضغط على انسرت سايتيشن، هنختار اسم الجروب اللي احنا عاملينه. زي ما قلنا احنا بنعمل كرييت جروب، اللي ما خدش باله من الخطوه دي امبارح في الميتنج، نضغط هنا كرييت جروب، نكتب الرقم بتاعنا مثلا نسميه رقم 4، ما نكتبش هنا حاجة نسيبه بابليك براحتنا، نعمل كرييت جروب ونعمل اسكيب للخطوة دي، هنلاقي جروب رقم 4 اللي احنا عملناه انضاف هنا جديدة. تمام، فمش هتفرق يعني اي جروب اي حاجة عادي براحتنا، هنمسحه بس عشان احنا شغالين على جروب رقم 1. هنضيف فيه البيبر زي ما قلنا من هنا اد انتري مانيولي، وبعد كده هنيجي في الوورد هنضغط على كلمة insert citation ونضيف الورقة البحثية. زي ما قلنا في خانة اسمها style، هنختار من هنا اي style احنا عايزينه في ترتيب الريفرنس. مطلوب style vonk 4 اللي هو ده، وكمان في more style لو احنا عايزين نضيف ستايلات. زي ما قلنا في ستايلات خاصة بجامعة هارفورد، خاصة بمجلة نيتشر العالمية، او بمؤسسة اي تريبل اي، او بمؤسسات تانية زي الامريكال ميديكال اسوشيشن اي ام اي، او الامريكال بوليتيكال ساينس اسوشيشن اي بي اي، مؤسسات كتير كل مؤسسة لها ستايل فريفرنس. احنا ستايل بتاعنا فونك فور، يبقى الاقواس نص دائرية. لو جربنا نشوف ستايل تاني زي اي تريبل اي هتلاقي اقواس نص مربع، لو جربنا الامريكان بوليتيكال اسوشيشن بيبقى مكتوب اسم الاسر وسنة النشر، اسم الفرست اوثر. تمام، فاحنا هنختار فونك فور زي ما هو متحدد لكم. هنيجي هنا تحت على خانة الريفرنس، نقف هنا ونضغط على كلمة insert biography، ده يعني اننا اضيف الريفرنس، هضيفه هنا. تمام، فكده اول ريفرنس عندي اضاف. طب ايه الفرق بين فونك فور و اي ام اي والستايلات؟ لو احنا قلنا زي امبارح لو جربنا نضغط على اي تريبل اي شكل الريفرنس اتغير. طب نجرب نضغط على حاجة تانية مثلا شكل الريفرنس بيتغير، فيبقى كل ستايل من دول هو معلومات الريفرنس ثابته ولكن شكله بيتغير. فانتوا مطلوب منكم بونك فور فلازم تلتزموا بيه. وزي ما قلنا هنكمل بقيه البحث بتاعنا في الانترودكشن هكذا، يعني دول اربع سطور ممكن كمان سطرين ونبقى خلصنا كل معلوماتنا عن الباركنسونيزم. نتكلم مثلا عن اعراضه، جملة باراجراف تاني بيتكلم عن اعراضه ونكتب الريفرنس بتاعه، وندخل بعد كده نتكلم عن الدرجات اللي هتستخدم في علاجه. وزي ما ناقشت معاكم امبارح ورقة بحثية انا مسلماها في الكلية عندي خاصة بالباركنسون والادوية اللي بتستخدم في علاجه، قلنا كالاتي انترودكشن عامة، هنكتب انترودكشن عامة عن المرض، يعني مرض الباركنسونيزم كاتب عنه باراجراف 1 2 3 4 5 6 7 او 6 سطور ونص عن الباركنسونيزم. بعد كده اتكلمت عن الادوية اللي بتستخدم في علاجه في الباراجراف الطويل ده، براحتكم انتوا ممكن تكتبوا 10 سطور في الانترودكشن، 15 سطر، 20 سطر، زي ما انت حابب. بعد كده هنبدأ ندخل في جزء تاني، جزء اللي هو في البحث بتاعنا اللي هو جزء الريسيرش وورد اللي هو متن البحث نفسه.
او اللي بنسميه المين تكست او البودي، يعني الاساس بتاع البحث. هنلاقيه انا بدات اتكلم عن الدراجات او الادويه اللي بتستخدم في العلاج، ال دوبا، وبدات اتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي هي زي الفارما. بنتكلم عن اي دراج بنوصف الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس، بقيت اتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء ده، وبعد كده اتكلم عن ازاي بيحصل له ابزوربشن وازاي بيمشي في الجسم، وبعد كده اتكلمت عن السايد افكتس. بعد كده دخلت في دواء تاني اسمه الماو بي انهبيتورز، وبدات اتكلم عن الميكانيزم برضو ازاي بيحصل له انهبيشن وازاي بيحصل له ابزوربشن اقصد، وبعد كده السايد افكتس او الكومن سايد افكتس. اتكلمت عن دراج تالت لان انا بالنسبه لي ما كانش محدود عندي عدد صفح معينه، ولكن انتم محدودين بعدد صفح معينه. بعد كده بدات في السمري، كتبت سمري من حوالي 6 7 اسطر. السمري ده خلاصتك انت اللي بتكتبه من نفسك، محدش بيملي عليك. لو لا قدر الله مش عارف تكتب السمري، هنجيب الاوراق البحثيه اللي احنا فاتحينها وهندور على 3 عناصر، يا ريزلت يا كونكلوجن يا سمري. التلات عنصر اللي في النهاية بتاعت كل بحث نبدأ نقرأ فيهم مكتوب ايه. ثانية بس النت بيحمل، شوف العنصر النهائي بتاع البحث. وزي ما احنا نبهنا برضو امبارح في الميتنج على موضوع ايه الحاجات اللي ليها ريفرنس وايه الحاجات اللي ملهاش ريفرنس. فيتشر كونسيدريشن مفيش ريزلت، مفيش هنا للأسف سكشن ريزلت. هوريكو سكشن ريزلت بيكون عامل ازاي في اي بحث. نرجع بس في حاجة مهمة حابة انبه عليكم، زي ما قلنا الأماكن اللي بنكتب فيها لها ريفرنس. تلقائي التايتل بتاع البحث مش هيتكتب، مش هتكتب هنا جنب البحث ريفرنس، انت بتختار الموضوع بمزاجك. هتكتب في الانترودكشن جنب كل جملة الريفرنس بتاعها، زي هنا جنب كل جملة الريفرنس بتاعها. هنكتب في المين تكست برضو او الريسيرش بورت جنب كل جملة الريفرنس بتاعها اللي هو بنسميه السيتيشن. في السمري لا، السمري بتاعنا ده اللي احنا بنكتبه من نفسنا، يعني احنا استنتاجاتنا للي احنا كاتبينه فوق في البحث، فما بيحتويش على اي ريفرنس زي ما انتوا شايفين. يبقى المين تكست نفسه مليان ريفرنس، ولكن والانترودكشن برضو فيها ريفرنس. انترودكشن اهي الريفرنس بتاعتها 1 و2 لحد 6، 6 ريفرنس في الانترودكشن. المين تكست برضو كله ريفرنس، 11 مثلا 13 12. اما السمري ما بيتكتبش فيه ريفرنس. وبعد كده خدت الريفرنس بتاعتنا بستايل فونك فور زي ما احنا عارفين. هنشوف اي بحث تاني، مثلا عشان اوريكم جزئية الريزلت، وان انا لو ما قدرتش اكتب السمري من نفسي هعتمد على الابحاث اللي انا واخدها مصدر ليا، يعني ال7 ابحاث اللي انا واخدهم مصدر ليا بحد اقصى. هبدأ اقرأ جزء الريزلت او جزء الكونكلوجن. زي ما احنا شايفين انترودكشن، الورقة البحثية بتتكون من انترودكشن، والانترودكشن كل جملة في نهايتها ريفرنس، يعني دي جملة مثلا في نهايتها اكتر من ريفرنس. تمام، بعد كده نلاقي سيكشن في الاخر خالص بيبقى اسمه الريزلت او الكونكلوجن او الدسكشن. اهي سيكشن الدسكشن ده نهاية الدراسة البحثية دي طلعت بايه او ايه الخلاصة بتاعتها، فتقدر تعتمد عليهم وتقراهم وتكتب منهم ايه الدسكشن بتاعتك او السامري بتاعك او الخلاصة بتاعتك. فالموضوع بتاع الكتابة سهل جدا، واي مشكلة هتواجه حد في الكتابة سهلة. وعشان انوع زي ما قلنا انوع المصادر بتاعتي، عندنا في الفلاتر بتاعت بابمنت اقدر استخدم بوك ريفيوز. ريفيو ده نوع من انواع الدراسات البحثيه، سيستماتيك ريفيو نوع من الدراسات البحثيه، كذلك الراندوم كنترول ترايل والميتا اناليسيس والانترفيو واي اختار اي نوع من دول. دول كلهم دراسات بحثيه غير البوك طبعا، اي بوك شابتر برضو. وفي نفس الوقت عندنا برضو جوجل سكولر ممكن نبحث فيه على نفس الشيء ويطلع لنا ريزلت. فلو بحثنا بنفس الكلمه دراجات اللي بتستخدم في علاج الباركنسونز هيطلع لنا هنا حاجات كتير جدا، مقالات وكتب، فهتبدأ انت تقرأ منهم كل اللي يناسبك وكل حاجة تناسبك هتدور عليها وتقرأ.
اقتبسها معاك وتضيفها كريفرنس. فخلينا مثلا نجرب نشوف الباراجراف ده يناسبنا اكتر. لا انا هقتبس منه جملتين ثلاثة واكتبهم معايا في الباراجراف واشوف الدنيا، هكتب الريفرنس برضو ازاي مرة تانية عشان ما يوحش اول مرة، يبقى كويس جدا انه ياخد باله من تاني مرة ونشوف الريفرنس هيتكتب ازاي. الريفرنس ده متاح له ان انت تنزله بي دي اف، الورقة البحثية دي عايزين تنزلوها بي دي اف تمام، مش عايزين تنزلوها بي دي اف فعادي. ده الابستراكت بتاعها اهو، هنشوف البي دي اف بتاعتها. الورقة البحثية اهي، لو احنا مثلا هنقتبس منها جملتين او اي جمل بتتكلم عن هي البيبر قديمة شوية، بس لو اقتبسنا مثلا جملتين منها هو بس الدراسة البحثية التانية دي كانت من 1970 فقفلتها وقلنا نفتح دراسة بحثية تانية. زي ما احنا شايفين ده الدي او اي، لو احنا هنقتبس من الدراسة البحثية دي فناخد الدي او اي بتاعها كوبي ونضيفه عندنا في مندي. فاحنا معانا البحث اهو، هنبدأ نقراه ونقرا الريزلت والكونكلوجن بتاعته ونبدأ نشوفه احنا هنقتبس منه ايه. فاحنا مثلا هنشوف الجملة زي دي ونقتبسها، all patient مثلا تعالجت، او مثلا خلينا في جملة تانية خلينا في جملة زي دي. الجملة دي هنقتبسها ونضيفها معانا. الجملة زي دي لما نقتبسها ونضيفها معانا هنكتب الريفرنس بتاعها الورقة البحثية لان مش في اخرها رقم. قلنا زي ما نخلي الخط 14 والنوع تايم نيو رومانز، في نهاية الجملة هنكتب الريفرنس. وزي ما قلنا عشان نكتب الريفرنس هنجيب الدي او اي بتاع البحث او ننزل البي دي اف بتاعها زي ما احنا عايزين. هنجيب الدي او اي اهو، لو الدي او اي زي ما قلنا امبارح في الميتنج لو بحثنا بيه وما لقيناهوش فيبقى احنا هنضطر ننزل البي دي اف ونضيفه، او لو ما فيش بي دي اف متاح قلنا هنعمل برنت للصفحة ونكتب الديتيلز. هنيجي هنا ونضيف الدي او اي ونبحث بيه، الورقة البحثية موجودة هنضيفها ونضيفها كريفرنس معانا في الوقت. طيب كان في اسئلة امبارح برضو، انا بقسم الورقة البحثية بتاعتي زي الضفة اهو رقم 2 وهنلاقيه انضاف تحت خانة الريفرنس. طيب في سؤال كان امبارح، احنا لو عملنا شو بي دي اف الورقة البحثية بتبقى مكتوبة متقسمة. بمعنى ايه متقسمة؟ البي دي اف بتاعها او فتحها اهو نفتحه، ولو في هنا دراسة بالفعل احنا فاتحينها. البحث اهو زي ما انتم شايفين البحث بيبقى متقسم بالشكل ده، مكتوب صفحة، الصفحة بتاعت الورد بتبقى مقسومة نصين. فهل احنا هنكتب الريبورت بتاعنا كده؟ لا، اكتب الريبورت كله ورا بعضه عادي مفيش مشكلة، مش هنقسمه. وزي ما قلنا السيتيشن برضه لانها كانت سؤال امبارح. طيب تالت سؤال اتسألناه امبارح، انا ممكن ابحث في مواقع عادية زي مثلا ويكيبيديا او المنتديات؟ لا، قلنا دي برضو لا، لان المعلومات اللي فيها بتكون معلومات مغلوطة وممكن نلاقيها فيها حاجات غلط. طيب في برضو كان سؤال بيقول ان ويكيبيديا بيبقى كاتب مصادر، هل هعتمد على ويكيبيديا في المصادر بتاعته في حالات معينة؟ احنا حد زي ما شايفين لما بحثنا ده جوجل سكولر، بعده كده هنلاقي مواقع زي باب ميد. باب ميد اهو بيقترح لنا باب ميد برضو، يعني حتى ما بيقترح لناش مثلا حاجة زي ويكيبيديا. في مايو كلينك، زي ما قلنا مايو كلينك من الحاجات الكويسة جدا لو هنعتمد عليها كريفرنس، موقع كويس جدا. طب لو احنا مثلا بنعتمد على الباركنسونيزم وبنشوفه في ويكيبيديا مكتوب عنه ايه، خلينا برضو نشوفه في ويكيبيديا ونشوف لو هنكتب المايو كلينيك ازاي نكتبه. مثلا لو انا هقتبس منه هو عن باركنسون ديزيز،
لو هقتبس منه في البيبر بتاعتي، هقتبسه ازاي؟ احنا هنيجي عندنا مايو كلينك ونضيفه في مندل ازاي؟ احنا عارفين الموقع، هنيجي هنا اسم الدراسة او اسم المقال اللي مكتوب اسمه باركنسون ديزيز، هنيجي هنا نضيف اد انتري مانيولي، مكان التايتل دي هنضيف اسم المقال، ومكان الجورنال هنكتب مايو كلينك. وتحت هنا في مكان اليو ار ال هنكتب اللينك بتاع المقال. سيف. كده هو نضاف. طيب تعالوا نقتبس بقى منه حاجة ونضيفها عندنا، الميديكيشن مثلا. لو هنقتبس الجملتين دول مثلا ونضيفهم هنا في الانترودكشن، ده كده مثلا باراجراف عن المرض. هنبدأ نتكلم عن الباراجراف الخاص بالأدوية أو الميديكيشن، هنيجي هنا في نهاية الجملة دي ونعمل insert citation، دي السيتيشن اللي هو باركنسون ديزيز اللي هو احنا ضايفينه من مايو كلينيك اهو، هيبقى الريفرنس رقم 3، ونضيفه برضو في نهاية الجملة دي كمان. ونخير الخط زي ما احنا متفقين، خط 14 نوع تايم نيو رومانز. كده انا كتبت ريفرنس بتاع موقع عادي زي مايو كلينيك، قلنا مش هنستخدم اي مواقع، لو موقع زي مايو كلينيك تمام. ويكيبيديا زي ما قلنا بيبقى في نهاية كله كل جملة، هي مثلا الباركنسون ديزيز بيحصل فيه كذا وكذا وكذا، وفي نهاية الجملة ريفرنس رقم واحد. لو هناخد الجملة دي معانا فنهايتها ريفرنس رقم واحد، دي عبارة عن دراسة بحثية. هنبدأ ننزل تحت نشوف الدراسة البحثية دي اللينك بتاعها ونفتحها. ممكن نفتح الدراسة البحثية دي، هي عبارة عن بوك شابتر، شابتر رقم 7، فاحنا نفتح الدراسة البحثية دي ندور عليها ونفتحها ونتأكد من وجود المعلومة دي فيها، او احنا بمعلوماتنا العامة احنا مذاكرين مثلا الجزئية بتاع الباركنسونيزم فاحنا عارفين ان المعلومة دي صحيحة تمام، فاحنا هنقتبسها عادي ونفتح البحث اللي هو هي منشورة فيه، ونبدأ نضيف البحث ده معانا برضو في مندلي، سواء بالدي او اي بتاعه هو اي كتاب له دي او اي برضو، او من خلال الملف بتاع البي دي اف بتاعه تمام. وده بالنسبة لويكيبيديا. ده كل اللي اتشرح تقريبا امبارح، شرحنا ازاي نكتب وشرحنا ازاي نكتب الريفرنس وازاي نستخدم برنامج مندلي. ولو اي حد هيبقى عنده اي مشاكل في الكتابة عموما فيتفضل يسألنا، وزي ما قلنا دي شروط بتاعة الكتابة ياريت تلتزموا بيها، دي شروط من عندكم من العراق، والصف والصورة دي برضو، والباوربوينت اظن ان هو هيتبعت لكم، وانا بعت لكم برضو امبارح على التليجرام جروب التليجرام. واحب اقول لكم شكرا على وقتكم. سلام بقى.